اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله. احمد ثابت بيعدل عليا بس ماشي، بعدين هقول لكم ليه دلوقتي وهفهمكم بس ماشي. ازيك يا كيمو؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ بيعدل عليا انا وانت؟ لا مش جاي في التعديل بس، ده داخل وواثق قوي، واثق من نفسه جدا. بصوا بقى يا جماعه اللي حصل دلوقتي، احمد ثابت هو داخل قال لي بقول لك ايه يا كابتن اسلام، احنا ما خدناش 18 بطوله بس، احنا خدنا 22. فقلت له مين يا ابني اللي خد 22؟ قال لي لا هم 22. وبعدين طلع الورقه وطلع تليفونه وعمل يعمل كده، قال لي لا تصدق 18 صح. متحمس. لا 22 بالقدم. ايوه، ما احنا واحنا هي نهله بتلعب قدم. انت حسبت انت في ال 18 حاسب ليه 6 طايره صح؟ ايه؟ لا مش حاسبها؟ 18 طايره وسله ويد ويد واربعه قدم 22. وهتحسب وعندك اثنين تنس طاوله اربعه رجال وسيدات. أربعة اثنين رجال دوري وكاس، يبقى 26 وفي دوري كرة المية وكاس كرة مية. وكاس كرة مية هتضيف ستة. أنا عندي فوق 35 درع وكاس. 35 عايزين لوكيشن لوحدهم، عايزين لوكيشن. احنا عمالين نفكر بقالنا ثلاث ساعات هنحط يعني جمهور النادي الأهلي. محتاجين قناتين. نعم؟ قناتين جنب بعض. أيوه نحطهم جنب بعض صحيح. خليني أبدأ معاك يا أحمد بمقارنة أداء الأهلي في آخر أربع بطولات. خش على الشغل التقيل. ماشي. الفرق ما بين التاسعة والعشرة والحادية عشر والبطولة بتاعت السنة اللي فاتت، إيه الفرق ووصلنا لغاية فين؟ يعني هنقارن البطولة بتاعت التاسعة والحادية عشر. ماشي. طبعًا التاسعة اللي هي القاضية ممكن. طيب. والعشرة اللي هي بتاعت كايزر تشيفز. وال11 اللي هي بتاعت الوداد المغربي. ماشي. تمام. نبص بس كده على الارقام. اتفضل. هنلاقي اول حاجه نبص على تسجيل الاهداف. طبعا المقارنه من بدايه دور المجموعات لغايه النهائي. تسجيل الاهداف اول بطوله اللي هي التاسعه 17 هدف، البطوله العاشره 21، السنه اللي فاتت 16 هدف، السنه دي 23. اذا السنه دي اكتر بطوله سجل فيها النادي الاهلي اهداف. وده يؤكد مدرسه مارسيل كولر الهجوميه، ان هو مسجل 23 هدف مقارنه بالثلاث سنين اللي فاتت. انا هخليك تكمل الارقام وبعدين هسالك سؤال مهم. تمام. استقبال الاهداف 7 في التاسعه، 6 طبعا الناس عشان تبقى فاهمه، التاسعه العاشره ال11 ده ترتيب البطولات السنه اللي فاتت، وبعدين الاخيره دي اللي هي ايه بتاعت السنه دي. استقبال الاهداف 10 و11 السنه اللي فاتت. اذا التاسعه انت حاسب من دور المجموعات بس، من دور المجموعات. ما هو الارقام بتتحسب من بدايه دور المجموعات لغايه النهايه، حتى الهداف جائزه الهداف بتتحسب. ماتش يطلع بره بتاع 19 20 ده هيضيف اهداف كتير. هيضيف اهداف كتير جدا. بالنسبه للشباك النظيفه، السنه دي اكتر سنه حافظنا فيها على الشباك 7 ماتشات مع البطوله اللي هي سنه 2020 2021. دول اكتر بطولتين حافظنا فيهم على الشباك النظيفه. اذا السنه دي تعتبر احسن سنه على المستوى الهجومي واحسن سنه على المستوى الدفاعي. نيجي بعد كده لصناعه الفرص. اكتر سنه صنعنا فيها فرص كانت البطوله اللي هي العاشره اللي هي قدام كايزر تشيفز، صنعنا فيها 35 فرصه. السنه دي صنعنا 22. متوسط المحاولات برضو السنه اللي فاتت اعلى سنه في المحاولات 13.6 في الماتش الواحد. السنه دي اقل سنه في معدل متوسط المحاولات 10.2 الماتش الواحد، وده برضو بيأكد ان كولر في الفترة الأخيرة كان واقعي أكتر. كان بيدافع أكتر، بيأمن، بيحاول ان هو يخطف. ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه في الماتشات الأخيرة. نسب الاستحواذ السنتين الأخار اللي هي السنة دي 56 والسنة اللي قبلها 58 أعلى من السنتين اللي قبلهم. التمريرات الصحيحة برضو السنتين الأخار أعلى سنة. تعالى بقى بص على الرقم الغريب قوي، إهدار الفرص المحققة. تعرف ان السنة دي أقل بطولة ضيعنا فيها فرص 12 فرصة بس ضاعت على مستوى البطولة. السنة اللي فاتت كانت 13، البطولة العاشرة 18 فرصة ضايعة، البطولة التاسعة 13 فرصة. لما تبص على إهدار الفرص ده أنا بشوف إن وجود كهربا وتأقلم بيرسي تاو وتأقلم الشحات والفينش بتاعهم أدى إلى نقص معدل إهدار الفرص في الفترة الأخيرة تحديدا من شهر يناير. فلما نيجي نعلق كده على الأرقام، البطولة مقارنة السنة دي بالأرقام السنة اللي فاتت، يبقى السنة دي أكتر بطولة سجلنا فيها أهداف، أكتر بطولة حافظنا فيها على شباك نظيفة بسبع ماتشات، وأقل بطولة ضيعنا فيها فرص. رغم إن الناس بتقول إن إيه مهاجم وراس حربة وكده. ده كان سؤالي، هل دلوقتي النادي الأهلي بهذه الأرقام يبقى أنا مش عايز مهاجم؟
بس هي الفكره انت برضو محتاج راس حربه افريقي يعني محتاج لا لا طبعا انا على فكره حاجة انا بس عشان ما حدش يقول قناه الاهلي عشان ما يقولش ان احنا مش ان احنا مش هنجيب مهاجم ولا حاجه ما اعرفش مين لا انا ما اعرفش هيجيب مش هنجيب ما عنديش فكره ولكن انا بقول ردا على هذه الارقام يعني السؤال جه في دماغي فجاه دلوقتي لان لا ان الارقام بتقول ان احنا يعني ندي الحق برضو لمارسيل كولر الصراحه ان هو قدر يعالج مشكله الفينش او اللمسه الاخيره من يناير وتحديدا وجود كهربا وان هو من يناير بيجيب ان هو بياخد هداف دوري ابطال افريقيا فرق كتير جدا يعني كريم 2006 ولا 2023 ده السؤال اللي داير على السوشيال ميديا ما ده بص انت بتسال واحد السؤال هو دايما بعيدا عن ان مش انت كنت قصدي لا خالص اصل ده 2006 ليها ذكرى شخصيه معايا ان انا كنت في الملعب فما انا لما حد بيسالني بقول له كده انا ما اقدرش انا كنت في الملعب يعني في الملعب بلعب يعني لا وفي حته كلمة استسلام معلش 2006 خلينا نتفق على شيء ان مستوى الكوره في افريقيا خصوصا على مستوى الانديه كان اصعب بكتير يعني كان محتاج طبعا كل الانديه في الوقت الحالي بس احنا بقالنا اربع سنين هم اربع انديه اللي احنا بنتكلم عليهم اهلي وداد ترجي صن داونز هم يعني والرجاء بيجي والرجاء بيجي من بعيد شويه بيجي ويروح بيجي من بعيد شويه لكن 2006 في الفتره بتاعت حضراتكم لا اسك موجود كوتوكو موجود كان صن داونز برضو الاسماء الكبيره وكان في ساعتها نيمبا واستفاقسي برضو عمل فرقه كويسه مع مراد يعني كان في فرق كتيره ماتش 2006 بصراحه انا بالنسبه لي انا ما اقدرش بكل امانه حتى لما اتسالت شوف السؤال الاصعب 2006 ولا 2020 ده السؤال الاصعب انه مع نادي الزمالك والفرحه فعلا كانت هستيريه صحيح بالنسبه لي انا فاكر في الدقيقه 90 وجمهور الصفاقس 60,000 في رادس خلاص بيحتفلوا بكل امانه انت بتتكلم المدرج بتاع جمهور الاهلي كان حوالي يعني 100 واحد او حاجه قد يعني حاجه بسيطه تقريبا 80% من الموجودين بيعيطوا كله بيعيط خلاص البطوله بتروح او بطوله الاهلي يخسرها خلي بالك في الفتره دي 2005 2006 في بدايه ما كانش النادي الاهلي خسر غير بس بطوله كاس عالم انديه صح بتاعت اتحاد جد ايوه صح فالموضوع ما حدش كان متقبله اصلا وفجاه والله بجد في احتفالات حتى لعيبه الصفاقسي عمالين يشاوروا لجماهيرهم احنا يعني احتفلوا فجاه هوب والله الجون بيجي اقسم لك بالله العظيم ما زلت فاكر 60,000 بيسكتوا في لحظه واحده بيسكتوا فجاه 100 اكتر من 60,000 بيسكتوا فبصراحه طبعا كل بطاقه مين اللي كان جنبكم بيحتفل معاكم نعم؟ ناحيتكم على الخط كده انا الوحيد اللعيب الوحيد خلي بالك لما تيجي تجيب الصور شفناها في الفيديو والفيديوهات مش هتلاقيني انا موجود خالص هتلاقيني انا واقف بحتفل مع ال 100 اللي كانوا كان ناحيتي فممكن بس هو طبعا اكيد كل بطوله ليها حلاوتها وزي برضو نهائي القرن نادي الزمالك له طعم والماتش كمان كان حلو الماتش كان حلو بصراحه ونادي الزمالك كان مستوى يعني نسخه نادي الزمالك 2020 كانت افضل نسخه لنادي الزمالك في السنوات الاخيره كانت نسخه كويسه فلا انا بشوف بالنسبه لي على المستوى الشخصي لا 2006 انا انا لما حد بيسالني هو سؤال صعب وخلي بالك وكل بطوله ليها حلاوتها وكل بطوله ليها طريقتها وكل بطوله ليها حاجاتها لكن انا عشان كنت بلعب انا في الملعب طبعا اختار 2006 طبعا. ولكن بعيدا عن ان اللي كانوا موجودين في الملعب هيختاروا 1,000,000% 2006 واللي كانوا في 2020 هيختاروا 1,000,000% 2020 واللي كانوا موجودين في 23 هيختاروا 23 بس خلي بالك برضه في تشابه ما بين 2006 و 23 مثلا 2006 برضه جمهور الصفاقسي عمل دخله مستفزه للنادي الاهلي وخصوصا ابو تريكه وهو ماسك الكاس وبيرفعه لجماهير الصفاقسي وبرضه هنا اتكلمنا عن الدخله اللي كان اوريدي واضح ان جماهير النادي الاهلي كانت عارفاها قبل المباراه وعملوا لها كونتر في المباراه فهي متشابهه شويه بس بكل امانه برضه 2006 كانت صعوبتها ان بدايه البطوله اصعب من دي في وجهه نظري لا طبعا 2006 والصفاقس النادي الاهلي لعب البطوله اربع مرات مرتين في المجموعات ومرتين في الفاينل وكان مراد المحجوبي مدير الفني ساعتها للصفاقسي التصريحات بصراحه كانت من بدايه البطوله يعني استفزازيه جدا جدا مع النادي الاهلي الكاف او صفحه الكاف اعلنت كهربا هو هداف دوري ابطال افريقيا مين اللي حصل على الجائزه دي من النادي الاهلي؟ هو عبر التاريخ في 11 لاعب الاول الارقام السنه دي كهربا وبيتر شيلويل وحمزه خابه مهاجم الرجاء وبيرسي تاو برضه رقم خمسه جايب خمس تجوان يعني كهربا هو الهداف مسجل ست اهداف في دوري ابطال افريقيا في 11 لاعب على مدار تاريخ النادي الاهلي حصلوا على جائزه دوري ابطال افريقيا مين اكتر واحد اخذ جائزه الهداف كابتن الخطيب كابتن الخطيب خدها خمس مرات اوكي نعرض الاحصائيه هتلاقي سنه 1977 كابتن الخطيب اخذ الهداف اربع جايب اربع تجوان
81 جاب 6 جوان، 82 6 جوان، 83 6 جوان، 87 5 جوان. وكمان ايه ده، هم الجيل ده مظلوم ان البطوله كان عدد ماتشاتها اقل، لان ما كانش في دور مجموعات، كانوا بيلعبوا ذهاب واياب على طول، فكان كل سنه بياخد الهداف. تمام. بعد كده كابتن حسام حسن 99 6 اهداف، احمد بلال اخذها سنه 2002 7 اهداف، محمد بركات اخذها سنه 2005 7 اهداف، محمد ابو تريكه سنه 2006 8 اهداف، ومحمد شريف طبعا سنه 2021 6 اهداف، وكهربا السنه دي 6 اهداف. فدول 11 لاعب من لعيبه النادي الاهلي اخذوا دوري ابطال افريقيا. بالمناسبه سنه 2017 برضو وليد سليمان كان متساوي مع انيس البدري هداف الترجي، بس انيس البدري اخذها لان الترجي هو اللي اخذ البطوله. اوكي. طيب كريم، في حاجه تانية عايز تضيفها في الارقام دي؟ لا لا، في الارقام اللي هي الترتيب معانا بقى اللي هو بتاع كهربا وبيتر شيلويل. لو استعرضنا برضو الارقام هتلاقي ان محمود كهربا مسجل 6 اهداف السنه دي، بيتر شيلويل في صن داونز 6 اهداف، حمزه خابه 5 اهداف، ودي دي جايزه الهداف اللي نزلتها صفحه الكاف الرسميه. اوكي. طبعا كهربا هنا بيرد على كل الاقاويل، ده الحته اللي احنا كنا بنتكلم فيها، حته الفينش. ان كهربا يعتبر من شهر يناير يعتبر صفقه، كان يعتبر صفقه جديده، يعني يعتبر من شهر يناير صفقه جديده، لانه لما عليك دلوقتي يقول لك لا لما رجع، ما هو لما رجع وشارك لما رجع وشارك من يناير اعتبر صفقه جديده، ودخل واخذ هداف دوري ابطال افريقيا. طيب كريم، عدد كبير بنسمع في الجرايد والمواقع وعبر السوشيال ميديا ان عدد كبير من العروض جاء للاعيبه النادي الاهلي. انا بشوف ده طبيعي اكيد بعد اي بطوله كبيره، خصوصا كمان ان الجيل الحالي كابتن اسلام حقق ثلاثيه قاريه صعبه. شفنا لغايه النهارده بتظهر فيديوهات بتعليقات مختلفه لهدف التعادل، وبنسمع بلغات مختلفه. ده النادي الاهلي انت بتتكلم في ترند عالمي، يعني النادي الاهلي ناس عارفاه، ناس عارفه عليه، ناس عارفه كل اللعيبه، يعني كل المعلقين في كل حته. حتى انا سمعت النهارده تقريبا معلق من وسط افريقيا، يعني بيتكلم لغه من لغات وسط افريقيا، بيتكلم في الترجمه واضح ان هو عارف كل المعلومات عن النادي الاهلي. بتتكلم عن نادي عالمي فعلا، يعني النادي الاهلي النهارده بكل امانه الناس دلوقتي فعليا بره بتقارنه كاسم وتاريخ بريال مدريد، يقول لك ده النادي الوحيد اللي عنده ما يشبه تاريخ وبطولات ريال مدريد. فطبيعي لما النادي الاهلي واللعيبه دي بتحقق هذا الكم من البطولات، طبيعي ان هم بيبقوا مصدر، يعني في انديه بتبص لهم كتير. وانا بشوف ده امر صحي، مفيش مشكله طبعا. طبيعي ان النادي الاهلي من الانديه الكبيره، ومفيش مشكله يبقى في دوره انتقالات لاعبين تماما. ان احنا برضو بكل امانه انا حابب ان احنا وصولا ل 2025 بكل امانه محتاجين ان احنا نطور برضو من نظرتنا للاعبين المحترفين، وان احنا نعلى شويه بالكلاس اللي احنا بنجيبه. النهارده النادي الاهلي عنده القدره ان شاء الله ان هو ممكن يجيب كلاس بي من اوروبا. طبعا ما نجيبش كلاس اي، صعب قوي، لكن ممكن يجيب كلاس بي من اوروبا، نجيب لعيبه تقدر تخلينا ننافس في بطولات المونديال اللي هتختلف. طبعا حضرتك عارف بطوله 32 فريق مختلفه تماما تماما ككل حاجه وكاستعداد وكتنظيم. احنا بنتكلم بالظبط بالظبط كأن منتخب مصر رايح كاس عالم كبير، وكمان الانديه الاوروبيه وانديه امريكا اللاتينيه هتبص للبطوله دي وهتلعب فيها بطريقه مختلفه تماما. مش فكره بقى نروح العب سيمي فاينل وبعدين ثلاث ايام هلعب فاينل، فالموضوع بالنسبه لي سهل. لا، انا هروح العب دور مجموعات ويبقى ممكن في مساحه للمفاجآت. فانا ان شاء انا اعتقد ده مفيش مشكله طالما يتوافق مع سياسه النادي الاهلي في دخول وخروج اللاعبين. بس انا بشوفه امر صحي وطبيعي، ومفيش ادنى مشكله لو النادي الاهلي بيشوف ان انا هخرج لعيب واجيب قدامه حد تاني. الدوره نفسها مفيش مشكله، وده اسلوب الانديه العالميه في كل القارات. في قواعد برضو للنادي الاهلي في رحيل اي لاعب. يعني اول حاجه راي المدير الفني، النادي الاهلي مش بيمشي كده لعيب في نص الموسم عشان يجيب فلوس وخلاص. لا، النادي الاهلي ليه قواعد وضوابط معينه. اول حاجه راي مارسيل كولر، رايه هل موافق اللعيب ده يمشي ولا لا. الحاجه الثانيه هل انت هو في النادي الاهلي وفر له البديل ولا لا. الحاجه الثالثه القيمه الماليه المناسبه للنادي والمناسبه للاعب. فالثلاث حاجات دول هم الاساس اللي بيقيم عليهم اذا كان اللاعب ده ممكن يمشي ولا لا. طيب تصنيف القرن ال 21 ده عشان احنا لسه ما عدناش، بس يلا من دلوقتي عشان برضو ايه عشان نسجل نجريهم ورانا شويه. على فكره ده نادي الزمالك كمان هيقع، يعني لانه مش من نادي الزمالك، يعني مالناش علاقه. لا انا بتكلم على لا ان نادي الزمالك تحديدا في تصنيف الكاف الوقت هو ده التصنيف النادي القرن الجديد. النادي الاهلي حتى الان 109 نقطه. نهار ابيض، بسم الله ما شاء الله. نادي الترجي
67 نقطة المركز الثاني. نادي الترجي هو الثاني. التصنيف ده من بداية سنة 2000، يعني من بداية سنة 2001، يعني من 2001 لغاية دلوقتي. من 2001 لغاية دلوقتي. اوكي. مازيمبي 63.5، النجم الساحلي 58، الوداد 49، الزمالك اهو 40 نقطة. الزمالك لو ما فاقش في الفترة دي ممكن يتراجع. ليه؟ لأن تحته الرجاء 38 نقطة، ده اللي قصدي عليه. قريب. وقريب منه، وتحته صن داونز. صن داونز مثلا لما بيوصل نص نهائي بياخد 4 نقط، فيبقى 37 نقطة، يقرب أكتر من الزمالك، يعني مثلا مازيمبي كان التاني. الترجي سبقه، لما مازيمبي ما عادش بقاله فترة ما بيشاركش في الدوري أبطال بيروح الكونفدرالية، فالترجي عداه. فعشان كده ده الترتيب يا جماعة، لازم الناس تخلي بالها من تصنيف نادي القرن من دلوقتي عشان ما نرجعش نقول السبعة والتسعة والكلام اللي بنسمعه ده. التسعة أكبر من السبعة ولا السبعة أكتر؟ ما صحيح التسعة أكبر من السبعة، لكن السبعة أكتر من التسعة. فده خلينا نقول نظام التصنيف، إن البطل بياخد، التصنيف ده اتغير من سنة 2017. النقاط، بطل دوري ابطال افريقيا بس ما زال بالنقاط، بالنقاط مش بالعدد البطولات. زادت، كان اوكي، لكن ما زال بالنقاط. البطل البطل بياخد 6 نقط، يعني أوكي. النادي الاهلي لما ياخد بطل دوري ابطال افريقيا بياخد 6 نقط. ماشي. الوصيف بياخد 5، الوداد المغربي السنه دي اخد 5. نص اللي بيوصل نص النهائي بياخد 4 نقط، اللي هو الترجي وصن داونز. اللي هو الترجي وصن داونز. اللي بيوصل دور الثمانيه زي الرجاء المغربي بياخد كام؟ 3 نقط. دور المجموعات اللي بيخرج المركز الثالث زي نادي الزمالك مثلا في دور المجموعات ياخد نقطتين. اوكي. اللي بيخرج المركز الرابع ياخد نقطه. تمام. ده تصنيف النقاط. عشان كده مشاركتك في دوري ابطال افريقيا باستمرار وان انت توصل نهائي، ده مالي لما بنقول النادي الاهلي بيوصل نهائي، ده مهم جدا. كل سنه انت بتاخد 5 نقط. 6 يا 5 نقط على الاقل. 5. البطل 6 والوصيف 5. يعني انت خدت في الثلاث سنين الاربع سنين اللي فاتوا 18 زائد 5 6 في 3 ب 18 و5 23 نقطه. ده في الاربع سنين اللي فاتوا بس. الاربع سنين اللي فاتوا بس. فدي مهم التواجد على مستوى النهائي، عشان ما حدش يرجع يقول لك انا خدت مثلا لما ياخد بطولتين يقول لك لا يا جماعه ده تصنيف تراكمي بعدد النقاط. تمام. وبرده خلي بال حضرتك زي ما قلت لك ان ممكن بعض الفرق جايه زي صن داونز. صن داونز دلوقتي كام؟ الثامن على افريقيا ب 33 نقطه. صن داونز جاي هيعلى. ماشي. والرجاء برضه. والرجاء طبعا. وبرضه السبعه اكبر من التسعه. هو ده الكلام. طيب تاثير قرار الفيفا. معلش يا جماعه بنهزر، انا اسف. تاثير قرار الفيفا في تقديم موعد ارسال اسماء الانديه المصريه اللي هتشترك الكاف. انا اسف. اوكي. وطبعا اكيد كلنا اتفاجئنا بالخبر ده يا كابتن اسلام، لان احنا اوريدي متعودين ان احنا بنبعت الانديه 30/7، واعتقد حتى اتحاد الكوره اعتقد دلوقتي هو في مأزق وهيخش. هم بيحاولوا يخلوه 15، هل هيوافق ولا يعني ما اعرفش بصراحه هيعملوا الكلام ده. ان الجواب احنا في الاخر بنتعامل مع الحاجات الرسميه. طبعا دلوقتي طبعًا. الرسمي ان الكاف طلب 30/6 30/6، ما تاخرش عن كده. في بقى امور ومحاولات خارج خلف الستائر، اوكي ممكن، لكن دلوقتي احنا في موقف البطوله ما خلصتش، وهنتكلم في نفس الجدل بتاع كل سنه، بس الجدل السنه دي هيبقى قوي جدا. ما بين مين ومين؟ ما بين فيوتشر وبيراميدز. لان انت لما تاخد تصنيف الدور الاول او ترتيب الدور الاول، نادي الاهلي كان هو المتصدر، ونادي فيوتشر كان هو الوصيف، بيراميدز الثالث، نادي الزمالك كان الرابع اعتقد. فبالتالي دلوقتي الوضع الحالي نادي بيراميدز هو الثاني. بيراميدز هو الثاني. فدلوقتي خناقه جامده جدا. نادي بيراميدز هيقول لك انا دلوقتي انا الوصيف ونادي فيوتشر بعيد عني، وانت هتبعت انت عشان ودي اللائحه، لو طلب اللائحه دي من ده الاول، دي موجوده. لو الكاف، لو الاتحاد القاري طلب اسماء الانديه قبل نهايه المسابقه، سوف يتم الاعتماد على نتائج المباراه دول. او حتى لو تفتكر مباراه الاهلي والمقاولين كانت مهمه جدا، صح، وكان عليها كان عليها زخم كبير. اما المباراه كانت مؤجله من الدور الاول عشان ننهي نتائج الدور الاول. وبالتالي اذا انا في وجهه نظري، اوكي، يعني طبعا طالما انت وافقت على لائحه تمشي عليها، وان كل الانديه ماضيه عليها من بدايه المسابقه والمواضيع واضحه، فبالتالي كده هيبقى اذا التزمنا باللي قاله الكاف، الاهلي فيوتشر في بطوله دوري ابطال افريقيا، ونادي بيراميدز ونادي الزمالك هيروحوا الكونفدراليه. حصل دلوقتي بطوله كاس مصر في الوضع الحالي، يعني اسف، دورها ايه؟
يعني ايه 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 المغزى منها؟ السوبر، تلعب السوبر يعني. تلعب السوبر بس. يعني في معظم بطولات، يعني بطولات العالم مفروض اللائحه بتقول ايه؟ اللائحه بتقول ان التالت والرابع. طب خلاص يبقى التالت والرابع. يعني اقصد في حته انت محتاج ان انت تعدل. انا اتكلمت فيها في بدايه الحلقه، ولكن انا اقصد ان انا في الاخر طالما النادي الاهلي دائما ما يلتزم بلوائح. طبعا طالما طبعا في لائحه بتقول كده خلاص. طبعا. بس هي النقطه، بس هي انا معاك على فكره. بس انا معاك في حته ايه، ان هو لازم يعني وهنروح ان هم دلوقتي محليا بيعدلوا الامور في الدرجه الثانيه ومطلعين دوري المحترفين وهنتكلم عليه. بس هو في حته ايه، يعني بطوله كاس مصر اسم غالي واسم كبير، بطوله كبيره، بطوله غاليه، فانت محتاج ان انت تعطيها اهميه كبيره في مساله المشاركه الخارجيه، حتى ايفن لو البطوله العربيه مثلا. يعني عدد البطولات اللي هيلعبها النادي الاهلي السنه الجايه دي يا احمد مهمه جدا 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 جدا. عايز حضراتكم تحفظوها، هي جرافيك هنعملها لحضراتكم جرافيك حالا، لكن لازم تتحفظ وتتعرف، لانه الحقيقه برضو اتحاد كره القدم وبعض من لا يشجع او بعض الاسماء المذيعين في الاعلام المصري اللي ما بيشجعوش النادي الاهلي طالعين يتكلموا عايزين يخلوا 25 القايمه 25. فمعلش لكن خلينا بيشتغلوا، هم بيشتغلوا عشان خاطر النادي الاهلي ما يقع، يقع بالظبط كده. ولكن احنا برضو محتاجين نقول للناس احنا هنلعب كام بطوله السنه انا هقول لحضرتك يعني. رقم مثير جدا للنادي الاهلي، رقم خطير. فضل. النادي الاهلي السنه الجايه معرض ان هو، او مش معرض، هو هيلعب السنه الجايه 10 بطولات بس 71 مباراه. 71 مباراة لو وصلت النهائيات، لو وصلت النهائيات نعرضهم كده. 71 مباراة ده من بداية شهر أغسطس، أغسطس اللي جاي، من 1/8. احنا هنقول ان احنا خلصنا الدوري في اخر 7. ماشي تمام. مش هنحسب الدوري ده يعني. مش هنحسب الدوري ده خلاص. ما خلاص، ما هو تلاحم مواسم. اوكي تعالى بقى من 1/8، 71 مباراة ازاي؟ الدوري الجديد 34 ماتش. ماشي. كاس مصر الجديد اللي ان شاء الله من دور ال 32 للنهائي 5 ماتشات. كاس مصر الحالي انت هتلعب يوم الحد الجاي ماتش في كاس مصر، هيتبقى لك فيه 4 ماتشات اللي هو لسه مش عارفين هيتلعبوا امتى. ماشي. من 1/8 ده الحاجات ده في حاله وصول النادي الاهلي للمباراه النهائيه ان شاء الله. أوكي. يعني السوبر المصري الجديد هيتلعب على ايه، اللي هو هيبقى 4 فرق اللي هو في الامارات. هيتلعب على ماتشين، هيبقى مثلا هيبقى بطل الرابطه والاول والثاني وفريق من هيتم استدعائه يعني. تمام. 4 فرق هيبقوا على ماتشين وبعد كده يعملوا نهائي. يعني النادي الاهلي ان شاء الله لما يوصل نهائي في السوبر المصري الجديد، البطوله الجديده، هيبقى ماتشين مش من ماتش واحد. تمام. السوبر الافريقي اللي هو قدام اتحاد العاصمه الجزائري ده ماتش واحد. دوري السوبر الافريقي اللي هو البطوله الجديده 6 ماتشات اللي هو ذهاب واياب. ماشي. دور الثمانيه ونص النهائي والنهائي. دوري ابطال افريقيا هتلعب 12 ماتش ازاي؟ مش 14. ما انت هتلعب من بدايه دور المجموعات. هو تم اقراره خلاص. لان في دوري السوبر رسمي. والاهلي والنادي الاهلي كمان هيبدا من ديسمبر، هيبدا من ديسمبر دوري ابطال افريقيا السنه دي بعد ما يخلص دوري السوبر الافريقي. تمام. وكاس العالم للانديه 3 ماتشات اللي هو الدور الماتش الاول والثاني، يا اما النهائي يا اما الثالث والرابع. ماشي. 3 ماتشات. وبعد كده كاس الرابطه المصريه 4 ماتشات، لان النادي الاهلي بيلعب منين؟ من دور ال 16 في كاس الرابطه، 16 وال8 ونص النهائي والنهائي 4 ماتشات، لما تجمعهم تلاقيهم كام؟ 71 ماتش. 71 ماتش غير ايه؟ غير ان في لعيبه، زي في 9 لعيبه في المنتخب عندهم، صح. عندهم كاس امم افريقيه في كوت ديفوار، وفي بيرسي تاو في شهر يناير، بيرسي تاو في جنوب افريقيا، علي معلول في تونس، كريستو في تونس، اليو ديانج في مالي. احمد الجندوزي ممكن يروح منتخب الجزائر لو مستواه تالق عن كده، يعني مش اتحسن عن كده، ممكن يروح منتخب الجزائر كمان. فانت عندك كل اللعيبه هتلعب 71 ماتش غير كاس الامم الافريقيه السنه الجايه. ده انا دخلت عملت النهارده الماتشات الوديه للمنتخب، مع الماتشات اللي هي بتاعه التوقف في تصفيات كاس عالم. خلي بالك احتمال يبقى في بطوله عربيه، ما اعرفش بطوله عربيه للمنتخبات زي بتاعه السنه اللي فاتت. ده احتمال. احتمال. وتحت رعايه الفيفا برضه. وفي الماتش الاخير بتاع التصفيات بتاع كاس الامم، وفي اكيد هيعمل شهر 9 توقف دولي، وفي اكيد هيعملوا معسكر اعداد قبل كاس الامم الافريقيه، وفي تمرين كل يوم وتمرين. وفي فانت في الاخر لا بقول لك ايه، بدل ما نخلي القايمه 25 زي ما صاحبنا عايز يعمل نخليهم 20. لا هو السؤال بجد والله، ليه حضرتك افتكر برضه في ايام 2006 و2008 نفس الطلب ده تم عرضه، واعتقد ساعتها برضه يعني اتنفذت في سنه من السنين بعد ما الاهلي بيكسب دوري ابطال افريقيا. على طول الطلب ده بيطلب. يعني في 2006 الطلب بعد ماتش الصفاقسي
في الموسم ده وفي موسم القطن الكاميروني. لان احنا نبقى 25 غريبه. لا غريبه جدا، غريبه جدا، غريبه جدا، موضوع غريب جدا يا كابتن. هو اصلا ما اصلا 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 ما ينفعش في ظل هذا الكم من البطولات اللي بتستحدث ان نادي يطالب بتقليص القايمه. غريبه جدا يعني المفروض اصلا الفكره دي احنا طبعا طبعا في تنافس ده شيء طبيعي، انما اكيد مليون في المية مش كل الامور احنا مختلفين فيها، يعني في حاجات هتجمعنا يعني بواقع ان احنا بنلعب نفس البطولات او بنلعب نفس اللعبه. فاكيد في مصالح مشتركه، يعني ممكن تطلب طلب، انا اسف يعني ممكن تطلب طلب بدافع الغل على فكره، وانت لو ما فكرتش هتلاقي ان الطلب ده بيضرك انت. يعني انت الطلب ده ممكن لما يتنفذ يضرك انت كمان، فترجع تقول ايه لا 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 طب ما طلبته ازاي عشان انا كنت مفكر في حته بس. لا النهارده الوضع لازم يتشاف كيف مصلحه أدور النادي الاهلي. مصلحه بالظبط الفكره، مش كيف استطيع ايوه انا استفيد، انا عايز استفيد، كيف استطيع انا انجح ادور الاهلي بس ادور الاهلي ازاي. الموضوع ما ينفعش، لازم النهارده نبص ان النهارده الكره القدم بقت يعني بطولات كتير قوي. ده حتى النهارده بص على اوروبا، اوروبا فعلا الموضوع فعلا صعب جدا. انا بقالي مثلا 5 6 شهور بشوف، انا من المحبين لانشيلوتي، نعم بحبه جدا في اي حته في اي مكان، مش انا بحب ريال مدريد طبعا، ولكن انشيلوتي ابتدى يتنرفز، ابتدى يقول أيوة. انه يا جماعه اللعيبه دول مش آلة، مش آلة، اللعيبه دول بشر، ما ينفعش يطلعوا يلعبوا من دوري ابطال يلعبوا في السوبر الابطال ويلعبوا في الدوري الامم الاوروبيه وبعد والسنه الجايه في يورو، السنه الجايه في يورو. فالراجل يا عيني اللي هو ما بيتنرفسش ابدا وبيرفع حواجبه بس اتنرفس. لا وده ايه ده اسبوع دوري الامم الاوروبيه، اسبوع كمان تصفيات القائمه الافريقيه، ايوه مش 40 لاعب. طب انت ليه عايز تخليها 25 اذا كان القائمه الافريقيه الاتحاد الافريقي اصلا بيزود بيزود ومديك ان انت 40 لاعب، يعني انت عندك 30 و5 ناشئين مثلا هتحطهم او 10 ناشئين عشان تزود القائمه. تقوم انت كاتحاد مصري مثلا او حد مثلا الاتحاد ما قالش منه اي شيء الحقيقه برضه عشان نبقى هو الاتحاد اعلن ان هي 30 لاعب خلاص. اعلن ان هي الحاج عامر حسين. رايك في البطولات اللي جايه للنادي الاهلي؟ كتير كتير يا كابتن اسلام، وطبعا زي ما ثابت احنا هنبقى فعلا من شهر 8 الدنيا هتبقى مختلفه. طبعا يعني اكيد اهم مباراه جايه لنا اكيد مباراه السوبر الافريقي ان شاء الله اللي هتبقى في بدايه شهر او يعني من 11 ل 13 اغسطس، ويقال انها هتتلعب ان شاء الله في المملكه العربيه السعوديه في انتظار تاكيد الكاف. فكم البطولات لازم الناس تفهم ان النادي الاهلي فعلا كره القدم هتختلف تماما من شهر في وجهه نظر 10 الجاي. احنا مع بدايه دوري السوبر الافريقي الاجنده بتاعتنا السنويه هتتغير غريبه جدا، هنلعب بطولات مختلفه 71 ماتش. لا وكمان لا وفي نقطه مهمه بقى يعني سياق حتى بالعدد التزامن نفسه. التزامن بمعنى ايه؟ انت بتلعب دوري السوبر الافريقي ده ثابت، انت هتلعب في خلال شهرين شهر ونص شهر ونص طق 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 وماتشات ايه؟ اللي احنا بنستناها في دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا مع الوداد والرجاء وصن داونز طق طق. هو بس ربما يكون دور الثمانيه يعني ايه خفيف شويه خفيف شويه، لكن في وجهه نظري السيمي فاينل ده بتاع دوري الابطال هيتكرر وهنشوف بس مين هيروح في سكه مين صح فاهمني؟ يعني وربما يكون ربنا سبحانه وتعالى شايل لنا مواجهه صن داونز اللي احنا مستنيينها في دوري السوبر الافريقي ربما. بس اللي عايز اقول بعد ما نخلص دوري السوبر الافريقي بنفس المواجهات القويه جدا وايه وذهاب واياب، يلا بينا نبدا دور المجموعات بتاع دوري ابطال افريقيا ونلم النقط، وعندنا المونديال وعندنا امم افريقيا وعندنا لا ونمسح يا كابتن اسلام معلش لا هتكلم على طبيعه المنافسين طبيعه المنافسين في ثلاث بطولات مع بعض وفي وقت قليل. يعني انا بقول لك ايه مثلا يعني مثلا ما هو النهارده الانديه الكبيره في اوروبا بيجي يقول لك لا والله انا النهارده ما اقدرش العب سيتي في برشلونه في كذا صعب، انا عايز اشم نفسي. الناس اللي هي ايه بره الاجهزه افضل، الاكسجين افضل، حياتهم الرياضيه افضل أقل. كل حاجه عندهم افضل، هم نفسهم بيتضروا ما بالك بقى بينا احنا السنه دي مع تطور البطولات. واكيد طبعا طبعا احنا مبسوطين ان العوائد الماليه ان شاء الله هتخلي النادي الاهلي في حته ثانيه خالص. كاس العالم للانديه ان شاء الله في شهر ديسمبر تم التاكيد خلاص ان في 6 فرق اوكي اللي هم صعدوا رسمي. طبعا اتحاد جده بطل الدوري السعودي، النادي الاهلي بطل افريقيا، مانشستر سيتي بطل اوروبا، حطيت كريم بنزيما حالا ماشي اوراوا الياباني، واوكلاند سيتي بطل اوكيانوسيا، وكلوب المكسيكي طبعا بطل الكونكاكاف كده، مش ناقص غير بطل امريكا الجنوبيه وده هيتحدد في الفتره الجايه. طيب هروح لفكره تصعيد
فريق من الدرجة الثالثة مباشرة. دي بصراحة أغرب فكرة. أنا قعدت أدور ده والله قعدت أدور كتير قوي. كلمت الحاج عامر كتير قوي على طول نمبر بيزي نمبر بيزي عشان كنا بتسأله بتسأله عن فكرة فكرة غريبة جدا. خلينا نشرحها للسادة المشاهدين عشان يعرفوا. وأعتقد هو واضح من كلام الكابتن العامل حسين الحاج عامر حسين امبارح أو أول امبارح هو اتكلم كأنها قرار. هو ما قالش حتى ده اقتراح أو بنفكر. دلوقتي طبعا كلنا سامعين جملة دوري المحترفين حتى ساعات الساعات الناس تقول ايه دوري المحترفين ده هو الدوري الممتاز. قال لك لا دوري المحترفين ده انا غلطت النهارده في الكلام وانا بتكلم قلت كده وانا نفسي راجل يعني دوري المحترفين ده دوري هيستحدث عشان يبقى على شاكلة القسم الثاني في اوروبا. يعني بنشوف في الدوري الاسباني مثلا فعلا القسم او دوري الدرجة الثانية عندهم بيبقى 22 فريق مش يعني الدوري الممتاز بيبقى مثلا 18 او 20 هم 22 بس هو برضو دور يعني دوري من دور من بطولة واحدة مش أقسام زي ما احنا مثلا مجموعة ألف مجموعة أو تعودنا مجموعة القاهرة مجموعة الصعيد مجموعة بحر كله مع بعض كله مع بعضه 20 فريق. وأنا عجباني الفكرة دي أوكي أنا حاببها جدا بس طبعا هي تبقى مكلفة على بعض الأندية وأنت بتقضي أندية الشعبية يعني أنت عشان هتسافر حضرتك طبعا كنت فاهم فكرة إن مثلا أسوان أو أندية في جنوب الصعيد هتضطر إن هي تسافر وهي بتلعبش ممتاز ممكن كل أسبوع وما عندهاش كمان مداخيل ان هي تشيلها في الفنادق والحاجات دي بتكلف مش ممكن ده اكيد بس الفكره بصراحه كدوري من هايل حلوه ايه الفكره بقى كيف يمكن تنفذها الاول والثاني مباشره للممتاز اول والثاني بتوع ايه الدوري المحترفين اللي هو اني الف اللي هو اللي هو الف لا أو كريم اللي هو دوري الدرجه الثانيه دلوقتي انا اصل احنا برضه خلي بالك انا قعدت والله قعدت يومين اقعد احفظ يا حاج عامر واقعد احفظ الف ب وغلطت النهارده الاول والثاني من دوري المحترفين الف هيروحوا مباشره الدوري الممتاز خلاص تمام كده تمام طيب صاحب المركز الثالث قال لك ايه بقى الدوري هو الدوري الدرجه الثانيه ب ده هيبقى اقسام زي ما هو ثلاث اقسام هو دوري المحترفين ب اللي هو الدرجه الثالثه الثالثه لا اللي هو هو عمل هم سموها الثانيه على خلي بالك يعني هو يسموها رسمي في سجلات الاتحاد الثانيه خلي بالك هو اللي هو الثالثه هو عمل غير الدرجه الثانيه اللي هي العاديه اللي احنا عارفينها تمام بدل ما اسمها الدرجه الثانيه بقى اسمها الدرجه المحترفه الف اي والدرجه الثالثه بقى اسمها المحترف دوري المحترفين ب فهمت تمام. وبعدين عمل درجه ثالثه رابعه 5 6 7 8 المهم كده المحترفين ايه بقى دي هتبقى ثلاث اقسام مجموعه اولى ومجموعه ثانيه ومجموعه ثالثه اوكي هيطلع منهم كام بطل ثلاثه تاخدهم مع الثالث بتاع المحترفين الف تمام. ويلعبوا بعض دوره مجمعه الاول اللي يكسبها يطلع ممتاز اللي يكسبها يطلع ممتاز ينط دي بقى انا ما فهمتهاش ولا انا خالص ليه ببساطه عشان نتكلم كلام منطقي اصلا الفرق اللي هتنافس يا كابتن اسلام في المحترفين ب ايوه في الوقت ده استحاله هو يدفع مصاريف كانه بيلعب في المحترفين الف صعب لان انت النهارده هتبقى بتخطط ان انا عايز اطلع الدرجه زي بقيه العالم كله يعني ما اعرفش برضه الفكره دي جت منين صعب والله انا كلمت حاجه عامل كتير جدا صعب قوي طب ايه المغزى فيها ايه الفكره ايه الفكره وراء هذه الفكره ليه هعمل كده ليه ازاي النهارده كمان فكره ان حد بيلعب في الدرجه الثالثه ما هي بصراحه الثالثه بالنسبه لاي حد واحد اتنين تلاته دي الثالثه يوب ينط يلعب ممتاز لا هو يمكن بيدي تشجيع او تحفيز معلش ما خليني اكلمك بقى الناحيه الثانيه بيدي تشجيع او تحفيز بتضحك ليه يا عم وانا بتكلم ممكن يكون قلل عدد الانديه انا بقى مش فاهمها كده قلل عدد الانديه مثلا خدتها ازاي انا خدتها بصراحه ان هو بيأثر الطريق على بعض الانديه الجديده هتستحدث معلش زي انا النهارده ممكن انا كريم سعيد اهو بكره الصبح انا واحمد ثابت هنشتري فريق من الدرجه الرابعه فليه النهارده اقعد ثلاث درجات هوب انا عايز انط مره اعمل لي فكره عشان انط هتبقى اسهل لو لعبنا في الثالثه أيوة. اسهل ما انت هتلعب مع ثالث الثانيه حاجه ثانيه بدل ما نروح نعمل فريق جديد يا سيدي ونلعب من الدرجه الرابعه والخامسه احنا ممكن انا وانت نلم شويه فلوس ونستلف من كابتن اسلام ونروح نشتري فريق من الدرجه الثالثه صح ونطلع على طول وانا راح استلف من ايهاب الخطيب اجيب منين ماشي ايه ايهاب الخطيب عمل فريق ما
بس فعلا فعلا ممكن واحد في الدرجه الثالثه يعمل فريق في الدرجه الثالثه ويطلع على طول، لان بيبقى اساله يعني هيبعد عن الفرق مثلا القويه في الثانيه اللي هي مثلا السكه الترسانه الفرق القويه دي، هتبقى فرصه مثلا لنادي زي المنصوره. خلينا نسيب الموضوع ده دلوقتي، لانه انا محتاج برضو ان احنا انا محتاج ان انا اكلم الاستاذ عامر عزيز، الحاج عامر عزيز، ولما نعمل حلقه خاصه اتمنى ان حضرتك تكلمه. طبعا يعني هو على فكره الحاج عامر بيرد على فكره، بيبقى عنده دايما رد مقنع لحاجات كتيره، فممكن تكون في حاجه غايبه عنك. وبيتابع كل البرامج على فكره. لا طبعا طبعا فانا عشان كده بقول لك، لا انا حاولت اكلمه كتير جدا بس هو تليفونه على طول مشغول. بس نوثق بس حاجه اخيره في النقطه دي، دي هي عمرها ما حصلت في العالم، احنا اول ناس نعملها على فكره. ليه لا؟ ما هو لو في فكره ماشي. انا بوثق بس انا مش قصدي حاجه والله، انا بوثق المعلومه، بوثق ان احنا ما هي ما حصلتش، ما فيش تجربه سابقه في اي حته في العالم في نادي كان عنده فرصه. طبعا هي فرصه، خلي بالك طبعًا. هي مش اكيد، هي طبعًا. فرصه طبعا، فرصه ان هو ينط من الدرجه الثالثه للممتاز مره. بس ماتش حرس الحدود حاجه سهله لا هو تملي حاجه سهله، ان احنا حاجه سهله كده نرجع نلعب في الكوره تاني. على فكره اصعب ماتش اللي بيجي بعد بطوله كبيره. برافو عليك. ودايما بيبقى حرس الحدود على فكره. ليه بقى؟ انت كل الفرقه اخده بطوله، محققه التارجت بتاعها، المنافسات، المعنويات. اصعب ماتش اللي جاي يا جماعه الماتش الجاي ده. ليه؟ انت لازم تعمل دوافع جديده للعيبه، دي اول حاجه هتواجهك، ان انت محتاج برضو تدي فرص لبعض اللعيبه اللي عايزه تنافس، اللي عايزه تخش، اللي انت عايز تحكم عليها. وانت ماشي بتحسم في الدوري الخمس مباريات دول، مهم جدا ان انت تكسب ماتش حرس الحدود ده، تاخده بجديه، ممنوع الاستهتار او التهاون فيه نهائي. لازم ان انت تخلص منه في اول نص ساعه، تنزل بالثقه بتاعتك بالشخصيه بتاعتك ان انت تجيب جون بدري، عشان المكسب بيجيب مكسب. نفضل مستمرين، مش عايزين ايه، مش عايزين نقع كده، عايزين نفضل مستمرين في نشوه الانتصارات دي. فدي نقطه مهمه طبعا. الماتش ده مهم خاصة ان انت عندك الخميس، بعد كده الحد في الكاس، بعد كده الحد، انت الماتشات الجاية كلها خميس حد خميس حد، ماتشات النادي الاهلي الجاية. فان شاء الله ان احنا نفكر ان احنا نحسم الدوري في الخمس مباريات الجاية، مش عايزين نستنى عشان كمان ندي فرصة لبعض اللعيبة الناشئين، ممكن نصعدهم في الاربع مباريات الاخيرة والخمس مباريات الاخيرة تستفاد. يعني انا ما بحبش انظر لهذه المنطقة غير لما انا اخلص بعد اذنك. معلش خلينا نتكلم دايما ان احنا ما عنديش حاجة اسمها الدوري ما اتحسمش. لسه ما اتحسمش الدوري، وانا ما بحب، انا من نوعية الناس اللي لا تحب ان تفكر في ان انا فاضلي ثلاث ماتشات فانا هكسب الثلاث ماتشات. الكورة مش مضمون، الدوري ولا اربع ماتشات. كرة القدم يا شباب يا جماعة، بعد اذن حضراتكم اسمعوا كلامي، كرة القدم غير مضمونة. صحيح. تعرفش ايه اللي ممكن يحصل. صح. فجأة تلاقي الكرة مش هتخش جول. صح. مش عايزة تخش جول. صح. والنادي الاهلي على فكرة قفل على الفرقة من يوم الثلاث او يوم الاثنين، خلاص ممنوع اللعيبة تطلع تتكلم في وسائل الاعلام، ممنوع السوشيال ميديا. مزبوط. خلاص النادي الاهلي اصدر قرار بكده، بحيث ان ارجع بقى حالة التركيز تاني، نبدأ نقفل ونركز في المباراة الجاية. وماتش الكاس مهم جدا. وماتش الكاس مهم. وبرضه الفرقة الصغيرة دي لسه بنتكلم ان فريق زي ده ممكن منتخب السويس عايز يلعب. خلي بالك، لا منتخب السويس اسم كبير، اسم طبعا كبير طبعا في كرة القدم في مصر. ممكن يكون عايز يعمل مفاجاه لعب قدام النادي الاهلي. وعايز يسوق طبعًا. وعايز يسوق اللعيبه، عايزه تسوق نفسها قدام نادي زي النادي الاهلي. طيب. فطبعا ماتشات الخميس والحد دول حرس الحدود ومنتخب السويس ماتشين لازم ناخدهم بجديه، ولازم ان شاء الله نحاول ان احنا نحقق المكسب فيهم باذن الله. روي فيتوريا 7 فوز من 7 مباريات. يعني اعتقد هي بس مباراه غينيا الاخيره، يعني الاداء ما عجبناش كلنا، وكان واضح يعني الدنيا مش افضل شيء. بس انا بصراحه متفائل بالراجل جدا، ومتفائل تاني كابتن اسلام بشخصيته بصراحه. الراجل شخصيه كويسه جدا، وعنده افكار حلوه بيحاول يطبقها. وكمان فكره ان الفريق حتى في اسوأ احواله او في حالته مش كويسه خالص بيكسب، ودي حاجه كويسه. ده الاهم. بالظبط، ودي نقطه حتى كنا بنتكلم فيها في النادي الاهلي. يعني انت في اسوأ حالتك بتكسب، نقطة مهمة. ده معناه ان انت لو ركزت واجتهدت وظبطت امورك، ده معناه ان انت تكسب بسكور، تكسب مرتاح. فانا بصراحة انا مبسوط لغاية دلوقتي بتجربة فيتوريا مع المنتخب، ومتفائل للغاية بالراجل ده ان شاء الله في الاستحقاقات القادمة. احمد، لا مدرب كويس، عنده شخصية، محقق 7 انتصارات من 7، بنتمنى له التوفيق. بس لسه انا شايف ان المقياس الحكم الاساسي عليها هيبقى في كأس الامم. هو محقق التارجت ومدرب كبير وماشي، عنده شخصيه وعنده بصمه واضح. وكمان عامل قوام للفرقه، بيلعب 4-3-3، خلاص مثبت مثلا ورا منعم، وبدا يدخل علي جبر بعد اصابه حجازي والونش، ومعاه برده ياسر ابراهيم، عامل قوام في الباك يمين وباك شمال. برده في وسط الملعب معاه مروان عطيه، هو مقتنع بمحمود حماده. برده عنده زيزو في وسط الملعب، الثلاثه اللي قدام محمد صلاح وتريزيجيه او مرموش ومصطفى محمد، ومعاهم كهربا، معاهم حسين الشحات، معاهم مصطفى فتحي.
تحس ان في قوام للمنتخب، بس لسه برضو بنقول ان المباريات هو ما لعبش غير ماتش كبير قوي غير بلجيكا، فالمقياس والقوام الاساسي هيبان في كاس الامم. بنتمنى له التوفيق ان شاء الله في كاس الامم الجاي في يناير. اخيرا وهاخد راي حضراتكم، انه انتوا الاثنين انه او شايفين اقبال الشديد الحقيقه، يعني انا بيجي لي تليفونات كثيره جدا فيما يخص اختبارات النادي الاهلي. ابدا بك يا احمد. ده في اكتر من 3000 لاعب في تاني يوم. اكتر من 3000 اكتر من 3000 لاعب في الاختبارات ما شاء الله. الاختبارات اجبار رهيب جدا. كل لاعب، كل واحد في الدنيا حلمه دلوقتي يلعب في النادي الاهلي طبعا على طول يعني، خاصه خاصه كمان بعد الناس بدات بقى تشوف محمد صلاح وتشوف نجاحات النادي الاهلي في الكوره وكده، فالكل دلوقتي بقى بيطمع في الاختبارات. وعلى فكره الاختبارات لسه مستمره، يعني الاختبارات لسه في الثلاث والاربع والخميس والجمعه في اهلي مدينه نصر، بتبقى من الساعه 7 الصبح. تنظيم ممتاز من النادي الاهلي كالعاده، ووجود الكابتن بدر رجب برضو عامل حاجه محترمه. كمان في اربع مدربين في كل دايره، يعني كل ملعب من الملاعب في اربع مدربين، والاولياء والامور بتقف بره عشان بقى الاهالي واللي بيقعد مثلا النبي خد ابني وكده، لا الكلام ده مش موجود، اقف بره. واللعيب بس اللي بيخش بيلبسه الاولياء الامور، بيلبسه لا يعني بيلبسه ابنهم، وابنهم بينزل الملعب، وبيبقى فيه اربع مدربين على كل ملعب، وبيتم الاختيار، بيتعرض للاختبار اول نجح فيه بيخش واحد تاني وثالث، بعد كده بيمضي استماره مع النادي الاهلي. انا هضيف طبعا على كلام سيد بقى، النادي الاهلي كمان فتح اختبارات فريق 2006 للشابات. النادي الاهلي طبعا بيكون حاليا اول فريق يعني للسيدات طبقا طبعا لقوانين الكاف اللي الزمتنا، واحنا ورخصة الكاف وكده. وبالتالي اعتقد ان النادي الاهلي فتح برضو اختبارات فريق بنات 2006، وطبعا اللي شايفه ان هي تحب او عندها القدره وعندها المهاره ان هي تمثل النادي الاهلي في اول فريق للسيدات الاهلي، النادي الاهلي بيكونه اكيد طبعا. الاختبارات دي موجوده بجانب طبعا اختبارات الناشئين اللي بتتعمل كل صيف من كل عام. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. انا بشكرك جدا يا ابو حميد على وجودك معانا النهارده. شكرا، وان شاء الله منتظرين حلقه بكره تبقى حلقه نار ان شاء الله. ان شاء الله كابتن خالد العوضي غدا في حلقه خاصه جدا مع 34 كاس ودرع، هيكونوا مع حضراتكم على الهواء مباشره. ازاي انا مش عارف، ولكن هنتصرف وهنحط لحضراتكم كؤوس ودروع النادي الاهلي في الالعاب الاخرى. انا مش هجيب الكوره، انا هجيب في الالعاب الاخرى فقط لا غير، بكره على الهواء مباشره لكل محبي النادي الاهلي. ويعني هنحط لحضراتكم هاشتاج كده برضو تحط نشتغل عليه ان شاء الله من بكره، علشان كل اسئله حضراتكم نسمعها من خلال البيت الكبير في وجود مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي كابتن خالد العوضي. انا بشكرك جدا يا كريم على وجودك معانا. شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.